غير الاقتصاد وغير المؤشرات اللي احنا ممكن نتكلم عليها والحالة العامة في مصر اللي بيهون علينا برضو انه نشوف سكر زيادة كل يوم على شاشة ام بي سي مصر، ونشوف الحلقات المختلفة اللي كل يوم بقى فيها يعني ايه مغامرة جديدة. بالمناسبة يعني انا دلوقتي حالا هرحب بالاستاذة النجمة الكبيرة طبعا نبيلة عبيد، مع الإشارة بأنه الحلقة بتاعت النهاردة كانت طالعة هي بالبيجامة اللي كانت لابساها وهي موجودة معانا وإحنا بنعمل الحلقة الخاصة اللي كانت منورانا فيها قبل ما نبدأ نتفرج على الحلقات على طول، اللي كانت لما هي لسه موجودة في بيروت. برحب بحضرتك معانا. يا أهلا أهلا أهلا. مش صح البيجامة هي اللي كنا بنتكلم؟ أيوة. المشهد اللي مرضيتيش تحكي لي عليه. وانا طلعت قلت بالراكور هطلع هو أيه. عشان مغيرش عشان انزل ما نتعطلش نشتغل على طول. تشتغلوا على طول. فحضرتك ذاكرتك قويه فاكر. لا انا قاعد بتفرج يعني واربط. طب الحمد لله. ايه رايك مش انا اللي هقول رايي، يعني هقول رايي في الاسماء العظيمه دي، يعني مش انا اللي هعرف اقول رايي يعني، بس انا قاعد بتفرج واللي حواليا كلهم بيتفرجوا. طب الحمد لله. بس ايه اللي بيوصلك انت بقى من ردود الافعال؟ لا انا كريمة عاملة العمايل خالص صح. يا شفت النهارده البنت وابوها معايا قالت انا بعمل ايه اجيب لها فرشاه ولا لا. هي شخصية ظريفة لطيفة كده الحقيقة، يعني حبيتها انا قوي، حبيت كريمة دي قوي قوي، واعتقد الناس كمان برضو معجبين بيها كده. لا اكيد هم معجبين بالعمل كله. انا عايز اقولك ان الحلقة اللي كانت من كام يوم لما بنتك ظهرت والازمة بدأت الواحد قلق. يعني ايه هي المجموعه دي هتتفك ولا ايه؟ وده اللي كان وصلنا في الحلقه فعلا، انها حاله جوزها يعني. طبعا ما هترجع بقى بعد كده، مش عايز احرق الحلقات. ايوه هترجع بعد كده. ايوه مظبوط. الخبر هيكون كويس بعد كده في الحلقات اللي جايه. قولي لي في خبر كويس. عدت الظروف الصعبه الحمد لله وخلصت. قضيتي ازاي الفترة اللي فاتت من ساعة انتهاء التصوير لغاية ما بقيتي بتستقبلي ردود افعال الناس؟ انا هقول لحضرتك على حاجة. اتفضلي. احنا قطعنا شوط كبير قوي 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 في التصوير في الاول، يعني اول ما وصلنا اشتغلنا كتير قوي 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 قوي. لما جت مسألة الحظر فالتزمنا كلنا في البيوت، وانا عايزه في الاوتيلات، وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان انا بحيي الشعب اللبناني وبحييهم كلهم في الالتزام الشديد جدا جدا اللي كانوا عليه. ما فيش نزول، يعني ما فيش نزول، ما فيش خروج بره الا للصيدليه او للسوبر ماركت فقط لا غير. مفهوم. يعني وبدليل لغايه لما رجعنا من فتره كده ما كانش فيه الا حاله كورونا واحده قدروا يقضوا عليها. مطاعم قافله، محلات قافله، عقبالنا كله قافل كله. لا ده دي لازم، ده دي لازم رساله لازم تتوجه للشعب بتاعنا، لازم يعمل عليها. وبدليل ان انا جايه من هناك، انا عشت هناك، كنت بقعد في الاوتيل بالاسبوعين جوه الاوتيل، ما اخرجش منه، ما اطلعش منه، واقف في البلكونه الاقي الدنيا دي هدوء خالص خالص، مفيش حد في الشارع نهائي. وقدروا يسيطروا على الحكايه دي، يعني نقول الاكل مفيش، الاكل بيبقى من الاوتيل. ما ما ما, ما هو هوانم سكر زياده هم اللي مقعدنا في البيت دلوقتي. لا بس مقعدينكم، ما في اسباب كمان. هو سكر زياده حلو طبعا جدا. لكن في اسباب لابد اننا نقعد عليها في البيوت طبعا يا استاذ شريف، ده حاجه مهمه جدا والله. عمالين كده كل يوم وكل ساعه. لا والله انا شوف بقول لك، انا بحيي الشعب اللبناني وبحيي وزير الصحه هناك، لان فعلا كان بينزل بنفسه، كان حاجه يعني، والشعب كله ملتزم، الشعب حابب يعمل كده. وصلتك طيب بمناسبه الشعب اللبناني ولو منا دايما التحيه يعني، وصلتك بره دايره ردود الفعل المصريه بقى، ووصلتك ردود فعل من بره مصر اكيد صح؟ اصحابي اللي هناك طبعا بيكلموني اكيد، اصحابي اللي هم بيتتبعوا كل يوم واللي كانوا بيشتغلوا معانا على طول بيكلمونا ويقولوا الله بنتابع، يعني هم كانوا شايفين العمل اثناء ما هم بيشتغلوا حاسين بيه، لكن ما كانوش عارفين انه هيطلع في الاخر كده، عارف ازاي؟ هو طلع بصوره حلوه
وشكل حلو، حاجة يعني حاجة بسطة الناس بتهيألي كده. سعيدة، سعيدة بالتجربة وسعيدة بالوجود مع النجمات، وطبعا النجمة نادية الجندي سعيدة بالتجربة دي. طبعا الناس اه كلها كانت طبعا مستنية طبعا. اللقاء، فبعد اللقاء بقى انت شايفة بتقيميه ازاي؟ لا انا شايفة ان هو لقاء جاي في وقته، وشايفة ان احنا يعني التقينا في حاجة. وبعدين بص بقى، هو احنا مش طالعين اصحاب في العمل، احنا طالعين ند لبعض، يعني عارف ازاي؟ يعني ان ازاي ايوه، عمل زل، احنا الاثنين بس ساعة وشنا الجد على طول. بتسندوا بعض برضو. نعم ساعة الجد في المسلسل الشخصيتين بيسندوا بعض وبيتعاملوا مع بعض وبيحبوا بعض. اه لا طبعا، اي ايوه موقف يعني اي موقف يحصل لي تقف جنبي على طول، او ايوه هي اقف جنبها على طول. لا 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 طبعا طبعا اكيد طبعا طبعا. في معانا مدام سميحة ايوب طبعا طبعا، يعني كانت عامله نوع كده من هي عامله دور كوميدي هي كمان، ايوه ولكن برضو آه كنا مبسوطين بوجودها قوي 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 الحقيقه، كل اللي كانوا موجودين يعني كنا عارف. آه وعايز اقول لك ان الانتاج احتوانا، وما حسسناش ان احنا في غربه، أي وما حسسناش ان احنا وقت الكورونا ده ان احنا معزولين عن الدنيا او ابدا. اي حد بيحس باي حاله، يحس مثلا بتعب او حاجه، على ارقى المستشفيات على طول، على ارقى سعادتك، المستشفيات. سعادتك بالعمل. يعني ايه، احنا سعداء زيك واكتر شويه، لان احنا اللي بنستمتع بيه وبنستمتع بالصوره الاخيره اللي ظهر عليها على الشاشه الاستاذه النجمه الكبيره نبيله عبيد. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، كان ضروري كده. يعني ايه، زي ما قلت لحضراتكم انه نبيله عبيد تقعدك في البيت طبعا، وناديه الجندي تقعدك في البيت، وسميحه ايوب تقعدك، كل الناس تقعدك في البيت، واحنا بنبقى سعداء وفخورين انه المشاهد دي والاعمال دي بتتنقل من خلال ام بي سي ومن خلال ام بي سي مصر.